راهم يوصلوني بزاف رسائل في الحساب تاعي تاع انستغرام، الناس لها عايشه في تركيا، ولا الناس اللي طلعت لتركيا في فيزا تجاريه. الفيزا التجاريه مسبقا كان يمدوا فيها عامين، لكن حاليا راهم يمدوا فيها عام. على باليش من القدام بالك يزيدوا ينقصوا منها، بالك يردوها عامين، الله اعلى واعلم. على كل حال رمضان 2024 راها فيها عام الفيزا التجارية، وباش تخرج الفيزا التجارية هذه لازمك روجيست كوميرس. يعني انت كموظف ولا مثلا كحرفي ولا كمتقاعد ولا على باليش انا كفنان، ما تقدرش بريمير دومون تتحصل على فيزا تجارية تاع عام. يعني تقدر تدفع على الفيزا السياحية اللي يطولك فيها شهر، تاع عام ما تقدرش. وين تقدر؟ تروازيام دومون، طالب الثالث. هذه بالنسبة للناس اللي ما عندهاش سجل تجاري. عندك روجيست كوميرس، بريمير دومون تطلب الفيزا التجارية ويمدوها لك، وما تطلب منك لا تكون مخلص الكازنوس لا لي زامبو لا سيفا. يعني الدوسي تاعها مثل ملف الفيزا السياحية، دوسي سهل ونسبة الربط فيها قليلة بالبزاف. هذه بالنسبة للفيزا تاع الترك. نروحوا للسؤال اللي راه يجيني بزاف. كاين واحد الناس راهم يروحوا بالفيزا التجارية إلى تركيا، ومن ثم يتلاقاو ناس تجاريين وكاع ويقول لهم باللي لازمكم كل ما تلحق واحد المدة تخرجوا من تركيا ابري تولو. دوك كاين بزاف ناس راه تعاني من هذه المشكلة. هي سي فري عندك مدة، هي من المستحسن ما ديباسيش شهر، ما تفوتش شهر، ما تفوتش 30 يوم تخرج من الأراضي التركية أبري ترجع إلى تركيا، هكذا باش ما تلقاش من بعد مشاكل. يعني باش من بعد ما تلقاش روحك عندك مخالفة في تركيا. السؤال هو هل كاين حل واحد آخر؟ باسكو الناس كما على بالكم راح تهبط للجزائر أبري عاود تشريبي وتطلع لتركيا، وهكا تسقام لك غاليه. ايماجيني نتايا راك في تركيا تشري بي تاع الروتور، باسكو سي ديجا راه فاتك الروتور، شريت البي تاع العوده وليت للجزائر صح ماشي مشكله. ابري غادي تطلع لتركيا، كي تطلع لتركيا ماشي تشري غير الالي، تشري ذهاب واياب. علاش ما تشريش غير الالي؟ باسكو احتمال تاع 80% ما يخليوكش تطلع به. انت ما عندكش اقامات، عندك فيزا تجاريه خويا، لازمك تشري ذهاب واياب. سيتادير تولي خاسر، تولي خاسر بيت على الروتور اللي وليت به الجزائر، زائد راك شريت عاود بيه الي روتور. شفت كيفاش؟ هاد السؤال بزاف كان يتكرر عندي في انستغرام. الحل هو بالنسبة للناس اللي ما باغيش تهبط للجزائر، يعني إذا راك باغي تهبط للجزائر تشوف والديك وصحابك وكاع هذا يبقى ليك. الناس اللي تجيها غالية باش تهبط للجزائر تقدر تدخل لدولة مجاورة لدولة تركيا، مثلا كأذربيجان ولا كأرمينيا مثلا، تروح تفوت نهار ولا يومين تتقهوى تما تضرب دورة، من بعد تهبط إلى تركيا. يعني دوك هو قال لك خرج من الأراضي التركية سي فري، مي ما شرطش عليك تهبط للجزائر، قال لك خرج من الأراضي التركية ما يهمش، تروح لفرنسا تروح لإسبانيا أبري تولي تركيا، ولا تهبط للجزائر تطلع لأرمينيا تطلع لأذربيجان، ما يهمش، إيسونسيال تخرج من الأراضي التركية. ولا بغات تدخل للعراق، اسهل حل اللي نشوفه هنايا هو ارمينيا ولا اذربيجان، لكن نقولوا الاسهل كاع فيزا تاع ارمينيا. الفيزا تاع ارمينيا راك تقدر تحصل عليها بباسبور وفوتو، هذا ما كان يعني ما كانش دوسي ولا عفسه ولا ما يكذبوا عليكم ما والو. الفيزا تاع ارمينيا تجي دايره كيما هاك، نبرقوا غير البيانات تاع هذا الانسان كيما هاك، هذه هي الفيزا تاع ارمينيا. الفيزا تاع ارمينيا خاوتي ما تحتاج منك لا حساب بنكي دينار لا حساب بنكي اورو. اي واحد اسيدي تلفت له باغي يقدم على فيزا تاع ارمينيا، راه ليكم الانستغرام تاعي، يتواصل معايا ندير لك لا دوموند ويعطوك ديريكت. نسبه الربط تقدر تقول عليها كاع ما كانش، الا في حاله ما انت غلطت في التقديم تاعك، هذه 100%. سمع كلام خلاف تاع ارمينيا ما مشي مدو كاع، الحكايه ما كانش منها، باسكو ارمينيا اصلا ماشي دوله سياحيه، ثانيا ماشي دوله اللي عليها طلب. واش تحتاج باش تدخل ارمينيا؟ اولا قلنا تحتاج فيزا، راك خرجت الفيزا، الفيزا خاوتي تاع ارمينيا ما تجيش مطبوعه في الباسبور، تجي فيزا الكترونيه كما تاع قطر كما تاع الامارات، يعني ما تجيش مطبوعه. راني يعني نعاود ونكرر، واش تحتاج باش تدخل ارمينيا؟ عندك زوج طرق. الطريقه الاولى هي تروح لها بارافيون، تروح لها عن طريق الطائره، تشري تذكره الطائره من اسطنبول مثلا
الى ارمينيا، وشنو هو تشري التذكره ذهاب واياب، ماشي غير تشري غير الالي وتقول لي ديرونجاوني في المطار، شري الي روتور، والتذكره راها رخيصه باسكو ارمينيا راها دوله مجاوره الى تركيا، ما غاديش من تركيا تمشي لماليزيا باش تلقى لي البي غالي، لا ارمينيا البي تاعها رخيص، كي راك في تركيا ماشي كي راك في الجزائر، من الجزائر لارمينيا تلقى البي غالي، حاجه الاولى باسكو ما كانش فول ديريكت، مي من تركيا كاين فول ديريكت الى ارمينيا ورخيص، هذه اولا. شدي تاني معاك، تدي معاك لاسيرونس دو فواياج، تامين عن السفر، تخدمه 150000 200000 هذا ما كان، يعني ماشي حاجه كبيره، لاسيرونس دو فواياج من المستحسن تخدمه عند الاس ا ا، مانيش نقول لك باللي وكاله التامين الاخرين ماشي ملاح، لكن انا شخصيا نتعامل مع اس ا ا، وكاع لي كليون اللي تعاملت معاهم مع الاس ا ا، باسكو الاس ا ا بالنسبه ليا هي افضل وكاله دير عندها لاسيرونس دو فواياج، والله اعلى واعلم. كملنا مع لاسيرونس دو فواياج، كملنا مع البيي الطياره، راك تمشي تما تفوت نهار ولا يومين ثلاث ايام سا ديبون على حساب الكوستو تاعك، ابري ترجع الى تركيا عادي. وكملاحظه خاوتي راني نقولوا الناس اللي عندها فيزا تجاريه يعني متعدده الدخلات، ما عندهاش بزاف، تواصل معايا انسان على الفيزا تاع ارمينيا قال لي بلي فوالا خاصني فيزا تاع ارمينيا، تعامل معايا نورمال، خرج لها الفيزا عادي باسكو الفيزا ماهيش طويلة، ارمينيا 48 ساعه 3 ايام 4 ايام، يعني حالات نادره ويتوصل سمانه، يعني الناس هذوك اللي طولوا عليهم على باليش بالك يكون كاين بروبليم في السيت ولا، مي حالات نادره وانت باسي سمانه، يعني 48 ساعه 72 ساعه تكون عندك الفيزا، يردوا عليك الايميل تاعك. على كل حال هذا الانسان تحصل على الفيزا تاع ارمينيا كما تحصل على الفيزا تاع تركيا مسبقا، ديمارا لاسطنبول، فوت سمانه من 10 ايام تما نورمال لاباس عليه، ابري بانت له يروح لارمينيا، كلشي عندهم ريغل، ريزرفاسيون دوتيل، لاسيرونس دو فواياج، كلشي ريغلو، راح لارمينيا عادي ما لقاش حتى مشكله في المطار، دار تما 4 ايام 5 ايام مانيش عاقل باسكو عندي بزاف اللي حكيت معاه، المفيد ريح تما، من بعد بانت له يولي تركيا، كي بغى يولي تركيا شرا البيي وكاع ما خلاوهش يدخل الاراضي التركيه، علاش؟ باسكو هو الفيزا اللي طلع بها لتركيا تاع دخله واحده، فيزا سياحيه، وباش تدخل تركيا يعني مادامك راك في ارمينيا لازمك فيزا متعدده الدخلات، هذه في حاله ما دخلت لتركيا من بعدها هبطت لارمينيا، باسكو لو كان رحت انت من الجزائر ارمينيا ديريكت تدخل تركيا باسكو الفيزا مازالها حيه، مي هو راح لتركيا من تركيا راح لارمينيا ابري بغى يولي، تقدر تولي في حاله ما كانت عندك فيزا تركيا متعدده الدخلات، هذه الغلطه اللي دارها هو، ومادا بيا اي انسان ما يطيحش في هذا البياج، يعني مادا بيكم تبارطاجوا هذا الفيديو باش خاوتنا ولا اي واحد راه في راسه هذا البروغرام يدير حسابه، باسكو لو كان تشرو بي من ارمينيا الى الجزائر روتور ينقام لكم غالي، مش كيما تشرو بي تركيا الجزائر، هذه لازم ديروها في البال، واي انسان يبغي يعرف الاسعار وبغي يعرف اصلا انا واش راني نهضر دخل موقع اسمه سكاي سكانر، شوف البي شحال داير تاع الروتور من ارمينيا الجزائر وقارنه بالبي شحال داير تاع تركيا الجزائر، تعرفني غاية شراني نهضر، يعني ماذا بيا تبارطاجوا هذا الفيديو باش ناس واحد اخرين ولا اي انسان راه باغي يدير هذه العبسه باغي يروح من تركيا الى ارمينيا، على باليش كان اللي بغى يعمر الباسبور، على كل حال يعس روحه من هذه العبسه باش ما يتبرداش تما، على الاقل باش ما يخسرش دراهم، هذه كان نصيحه من اخ الى اخ ولا من اخ الى اخت، على كل حال نتمنى هذا الفيديو ما جاش طويل عليكم، الانسان هذا راه تواصل معايا مسبقا هذه الايام، هو اللي طلب مني اني ننشر هذا الموضوع باش ناس واحد اخرين ما يطيحوش في هذا البياج، ان شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم، صحه فطوركم ولا صحه سحوركم على حساب الوقت اللي راكم تشوفوا في هذا الفيديو، وماذا بكم تبارطاجوا هذا الفيديو باش يوصل اكثر ناس، على الاقل بلاك كاش واحد يستفاد منه وما يخسرش دراهم، نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد، سلام عليكم.